الراديو 90-90 هواها مصري. طيب نرجع لرد محمد صلاح على اللي انتقدوه، سواء بقى جماهير، سوشيال ميديا، الصحافة في انجلترا. هجموه في بداية الموسم وقالوا لا ده سنة واحدة، one season wonder، يعني بمعنى انه لا هو هيلعب موسم بتاع موسم واحد يعني. طيب ما تيجوا نعمل مقارنة فنية كده بين صلاح لعب السنة دي 16 ماتش في البريمير ليج و6 ماتشات في الشامبيونز ليج. طب ما تيجوا نرجع كده للسنة اللي فاتت ونعمل مقارنة بين ال16 ماتش اللي لعبهم في البريمير ليج والست ماتشات اللي لعبهم في الشامبيونز ليج. ليه؟ عشان نقول هو بادي الموسم كويس ولا وحش، هل هو محتاج ان هو يرد زي ما قال كده في منشط I made my point، انا يعني قلت وجهة نظري خلاص، مش محتاج بقى تتكلموا عليا وتقعدوا ترغوا وتجودوا عليا وتقولوا لا ده مش كويس. تعالوا نشوف صلاح السنة اللي فاتت لما لعب 16 ماتش في الدوري جاب 13 جول وعمل 3 اسيست. في الشامبيونز ليج لعب 6 ماتشات السنة اللي فاتت جاب 5 اهداف وعمل 1 اسيست. طيب تعالوا نشوف بقى السنة دي، السنة دي لعب 16 ماتش جاب 10 اهداف، يعني اقل ب 3 اهداف عن السنة اللي فاتت في البريمير ليج، اقوى دوري بيلعب مع ليفربول قصاد التوب 6 اللي هو واحد منهم، مان سيتي ومان يونايتد وتوتنهام وارسنال وتشيلسي. انتوا عايزين صلاح يعمل ايه؟ ما هو يعني هم عايزينه يعمل ايه؟ بدل ما جاب 13 جول في اول 16 ماتش جاب 10 بس، عامل 4 اسيست، زود الاسيست على السنه اللي فاتت، السنه اللي فاتت عمل 3 اسيست، السنه دي عمل 1 اسيست. طيب تعالوا نشوف بقى في الشامبيونز ليج السنة اللي فاتت لعب 6 ماتشات جاب 5 اهداف وعمل 1 اسيست. السنة دي جايب 3 اهداف فرق جولين. الله، يعني انتوا بتتكلموا على ان صلاح قل جولين في الشامبيونز ليج في 6 ماتشات وقل 3 اهداف في البريمير ليج في من 16 ماتش، خلاص كده بقى one season wonder. يعني ايه؟ يعني مش يعني كلام مش منطقي. انا برد بالملعب، انا بحلل صلاح فنيا دلوقتي، محدش يتكلم على صلاح من الناحيه الفنيه. يبقى صلاح بيرد على الاعلام نمره واحد، ما بيردش على الجماهير، لان الجماهير وانتوا عارفين تقدروا تخشوا على السوشيال ميديا تشوفوا جماهير ليفربول بتعشق صلاح، بتغني له هو بس. انتوا سمعتوا اغنيه الماني ساديو ماني؟ سمعتوا اغنيه اللي فيرمينو؟ ما سمعناش اغاني ليهم، احنا بنشوف صلاح. امبارح صلاح الجماهير مطلعه ماسكه اللافتات عليها صوره صلاح. صلاح جري، هو الوحيد اللي جري على طفل بعد الماتش اداله تيشيرت بتاعه. فاذا الجماهير وكلوب واللعيبه لا طبعا فيري سبورتيف لصلاح. يبقى هو الاعلام، اعلام بقى موجه لصالح حد، اعلام موجه علشان صلاح مصري، كل ده قولوه، لان العنصريه موجوده في انجلترا، مش هنضحك على بعض يعني، العنصريه موجوده، بدليل ان في قصه عنصريه كانت واضحه جدا في ماتش تشيلسي مع مان سيتي، وكانت خاصه برحيم ستيرلينج، واداره تشيلسي خدت موقف قوي جدا، ان حصل سحب التذاكر السنوية بعد الإساءة العنصرية لرحيم في الماتش اللي انتهى بفوز تشيلسي بهدفين على السيتيزن، والشرطة بتواصل تحقيقاتها بشأن الإهانات العنصرية بحق لاعب المنتخب الإنجليزي. يعني رحيم إنجليزي والجمهور تشيلسي، ما هو جمهور في إنجلترا في لندن، يعني العنصريه بينهم وبين بعض، فما بالك لو محمد صلاح مصري؟ لا في عنصريه، مش هننكر ده، مش هنخبي ده. وبالتالي ايدن هازارد كان ليه رد في عنصريه رحيم، وقال انا مدعم رحيم جدا، ومش معقوله ان ده يكون في الملاعب بعد كده ان يبقى في عنصريه. ده ايدن هازارد،
لان هو متعاطف جدا مع رحيم. ورحيم نفسه اتكلم وقال لو دول بيتقال عليهم جماهير، لا دول مش جماهير، اللي يعملوا كده معايا دول مش جماهير. وتم الكشف عن هوية العنصريين الأربعة، وإن دول مش شباب كمان، دول تجاوزوا الخمسين، كانت الكاميرا باينة عليهم. يعني في شخص يدعى كولين وينج، هو في الستين من عمره، اعترف إنه شتم ستيرلينج، واعترافه ده خلاص بيسحب منه التذكرة مدى الحياة، وممكن يبقى فيه عقاب كمان. فأنا ليه برجعكم لصلاح؟ إن الإعلام ممكن يهاجم، بس الإعلام النهاردة كله بيشيد بصلاح، كله بيتكلم عن صلاح وصور ليه على الغلاف. بكل أهم منشط بالنسبة لي هو التليجراف، إنه بيسحب التايتل بتاع مورينيو ذا سبيشال وان، وبيديه لصلاح بالنسبة لي الإعلام. خلاص طالما صلاح بيلعب كويس الإعلام هيكلم عنه كويس، ما يقدروش. يبقى إذن اللاعب كرة القدم ما عندوش غير الملعب. سيبكوا بقى منه على السوشيال ميديا عنده كم فولور، والصورة دي مش عارف بتقول ايه، وبيخرج يروح في المكان ده، وبيلبس ازاي، وعنده عربية عاملة ازاي. سيبكوا كل ده بالنسبة لي مش هو ده الاحتراف خالص. الاحتراف هو الملعب والتضحيات اللي بتضحي بيها عشان الملعب، وكم انكار الذات، وكم الايمان بالاحلام اللي انت بتحققها لنفسك وعايز تحققها، وكم من الطموحات، وكم من تحمل الضغوط. ده بيحتاج سمات شخصية، ودي موجودة عند صلاح. طول ما صلاح عنده ثقة في نفسه، طول ما صلاح عارف انه عنده هدف محدد عايز يحققه، هيبقى احسن لاعب. صلاح هياخد احسن لاعب يوم الجمعة في البي بي سي زي ما خدها السنة اللي فاتت. افتكروا التوقع ده او المعلومة دي، ان صلاح هيكون احسن لاعب، وهتلاقوا صورته على المبدأ بتاع البي بي سي زي ما السنة اللي فاتت.